بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والله غالب على أمره ولو كره. بعد غياب لعقد من الزمن، سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الليبية. مجلس السيادة السوداني يعقد أول اجتماعاته برئاسة البرهان، والاتحاد الأفريقي يفيد مبعوثاً للبحث عن توافق سياسي. تظاهرات معارضة لإجراءات الرئيس التونسي أمام البرلمان المحل، واتحاد الشغل يرفض إعادة تفعيله. أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من الحدث، نبدأها مع الخبر الأبرز اليوم، حيث قدم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه رسميا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقررة في 24 من ديسمبر المقبل. وأكد نائب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في ليبيا عبد الحكيم شعاب تقديم سيف الإسلام القذافي لأوراق ترشحه في مكتب المفوضية في مدينة سبها جنوب البلاد، مشيرا إلى أن سيف الإسلام استكمل كافة الإجراءات بحسب قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان. وكانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت قبل أيام بطاقة انتخابية لسيف الإسلام القذافي وحددت المركز الذي سيقوم بالتصويت فيه، وهو مدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي في حي الجديد بمدينة سبها، حيث من المتوقع أن يكون سيف الإسلام الذي تقف وراءه قوة انتخابية كبيرة مرشحا بارزا للمنافسة على كرسي الرئاسة في ليبيا، وهو يتمتع بتأييد كبير في المنطقة الغربية والجنوب وفي المنطقة الشرقية وكذلك في المنطقة الوسطى. وفي الأثناء بدأت مختلف القبائل الليبية الموالية للقذافي داخل البلاد وأنصاره من المهاجرين في الخارج بدأوا اجتماعات مكثفة لتعبئة الليبيين من أجل التصويت لسيف الإسلام وإعداد البرنامج الانتخابي الخاص به. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. بارك الله فيكم. تطور مثير على المشهد السياسي في ليبيا المتعلق بالانتخابات المرتقبة، وسط صراعات واختلافات بين كيانات متنافسة، خرج نجل العقيد معمر القذافي سيف الإسلام ليعلن ترشحه رسميا للرئاسة في ليبيا. سيف الإسلام أعلن ترشحه من سبها في ظهور علني نادر وسط تساؤلات عن قانونية ترشحه، وهو المطلوب على قائمة الجنائية الدولية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. ترشح سيف الإسلام يصفه محللون بإعادة بعثرة الأوراق بين فريقين متنافسين، فريق فبراير تمثله قوى الإسلام السياسي المشتت بين أطياف متعددة، وفريق سبتمبر الذي يصطف وراء سيف الإسلام. وبينما لا تزال الشكوك تحيط بالانتخابات التي لم يحسم أمر تنظيمها بعد، يضغط المجتمع الدولي من أجل تنظيم انتخابات ليبية، تتفاعل الساحة الداخلية بين متحمس لإجرائها في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر القادم ودعوات لتأجيلها. من جانب يقف تيار الإسلام السياسي أيضاً موقف المشكك في إنجاز الانتخابات في هذا الموعد، فرئيس مجلس الدولة خالد المشري في تصريحات مثيرة للجدل دعا إلى مقاطعة الانتخابات. المشري أكد أيضاً أن دولاً مثل تركيا وإيطاليا تقف مع تأجيل الانتخابات، فيما يصر محفل مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا على إجرائها في موعدها. أما عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية فهو من الأشخاص الذين لم يسمح القانون لهم بالترشح، وقد أشار إلى استعداده لتسليم السلطة إن جرت الانتخابات بنزاهة.
ومن جانب يراهن دعاة التأجيل على عمل الوقت لحشد أنصارهم وتهيئة الأرضية الملائمة لعدد من المترشحين لتحسين حظوظهم الانتخابية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الليبي محمد عقيل العمامي. أهلا بك أستاذ محمد، هل تعتبرون ترشح سيف الإسلام القذافي قانونيا؟ في تقديري نعم، قانوني جدا. هناك الكثير من الأحداث المشابهة، كان مطلوبين للجنائية وترشحوا ونجحوا وراحوا للجنائية وعادوا. هذا أمر لا أعتقد يمس القانون، لأن القانون يقول صراحة من قام بجريمة أو محدد الأشياء التي تمنع من دخول الانتخابات. ولكن هذا ولكن هو مدان بجرائم ضد الإنسانية، وحتى بأن المحكمة تعتبر بأنه ترشحه لن يغير من موقفها بمطالبة محاكمته واعتقاله. ليست إدانة، هناك فرق بين إدانة وبين اشتباه. هي بالتأكيد اسكيوز، يعني في حالة يريدون إبعاده يمكن يستندون على هذه النقطة، ولكن الاتهام عمره ما كان إدانة. هناك تحقيق، وبعد التحقيق تتأكد الإدانة إذا كانت هناك إدانة. وبالتأكيد سوف يجد الكثير من العقبات، ولكن كونه أنه جاء وقدم نفسه بهذه الصورة، ونحن نعلم أن له مريديه في 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 الشأن الليبي، ثم أن الكثيرين يرون أن قدومه سوف يخفف من حدة الكثير من هذه التطاحنات. كيف بالفعل هنا أستاذ محمد؟ من كان وراء خروج نعم، يقولون بأن بعض المراقبين للشأن الليبي يقولون بأن هذا الترشح سيخلط الأوراق خصوصا بين المتنافسين، كيف؟ هو ليس خلق، هو لو نرى أو لو نعود بالذاكرة الوراء، هو من قام بإقناع والده وبتأسيس ليبيا الغد، وكانت هناك يعني مجالات انفتاحية كثيرة، وبالفعل ابتدت أشياء تشير بأننا متجهون نحو وضع أفضل. ثم أنه هو الذي أخرج معظم الذين كانوا سجناء والذين الآن في المشهد الليبي ويحاولون عرقلة أي ديمقراطية تحدث في ليبيا. هو من أخرج الكثير من السجناء بالأسماء معروفين. أعتقد أن ينبغي أن نفصل ما بين حكم القذافي وبين رؤية السيد سيف الإسلام التي أعلنها من البداية أنه يتطلع إلى دولة ديمقراطية. لا أعتقد أن هناك مأخذ حقيقي على ترشحه، هذا ما أراه، وطبعا كل له رؤيته، ولكن بحسب سيد محمد ألا تعتقد أن إعادة ترشح الابن المدلل لرئيس النظام السابق وكأنه يظهر بأنه كل تضحيات الشعب الليبي خلال الثورة ذهبت سدى؟ ومن يقول أنه الابن المدلل؟ يعني هكذا أطلق عليه، هكذا كان لقبه. هلا بغض النظر يعني بس أنه هو ابن الرئيس النظام السابق الذي يعني مات الكثير من الليبيين خلال الثورة للإطاحة به والتخلص من نظامه، والآن يعود ابنه للترشح من جديد. هل تعتقد بأنه هذا وكأنه تضحيات من كانوا يريدون التخلص من النظام السابق ذهبت سدى، لأنه هناك وكأنه محاولة لإعادة إنتاجه من جديد؟ ما أراه الآن أنه ليس الابن المدلل، كان صوت حقيقي عندما حاول أثناء حكم والده وجبروته أن يفتح بابا نحو العالم الآخر، نحو الديمقراطية، نحو الكثير من الأشياء، وحدث على أرض الواقع بالفعل. من هذه الأشياء هو الذي أخرج السجناء، سجناء الراي، خصوصا أولئك المؤدلجين.
بالأسماء معروفين هو من كان وراء إخراجهم، وكانت هناك نية أن يلتقوا ويتحاوروا قبل بدء الصراع الحقيقي والحرب التي ما صرنا نتعلم بأحداثها حتى اليوم. نحن لم نستقر منذ اسقاط نظام القذافي. نحن نبحث الآن عما يعطينا حقا أن نعيش مثل الناس على أرضنا في استقرار وهناء. أنا مع كل رأي يقول أنه يسعى الراهنة. أستاذ محمد، هل تعتقد بأن هذه الانتخابات ستجرى فعلا في موعدها، أم أنه ممكن أيضا لهذا الترشح أن يعطي حجج للبعض لعرقلتها أكثر؟ يا سيدتي، أنا قلت من 3 أيام في قناتكم أني أرى أن الانتخاب أن حصولها 24 ديسمبر بعيدة، وذكرت الأسباب أن الجيش التركي قاعد على أرض الليبية ومهمته حماية جهة معينة، نحن نعرف ذلك تحديدا. مثل هذا الأمر لن تتحقق انتخابات نزيهة بأي شكل من الأشكال. كل هذه الأمور التي ذكرتها من قبل تشكك في قيام الانتخابات. لو كان المجتمع الدولي الذي اجتمع في باريس يريد إجراء الانتخابات لكان قدم حلول أخرى، أن تكون هناك حماية دولية للانتخابات، كأن تنظم بطريقة محددة، كان يقول لا لأولئك الذين لا ينفعون. ثم أن الحكومة القائمة الآن من مصلحتها أن تكون انتخابات دبيبة وبطناته وحكومته، نعم، من صالحها أن تستمر هذه الفوضى وهذا النهب الممنهج. كل ذلك يجعل الانتخابات بعيدة، وهذا ما قلته وما، نعم، أكرره الآن. شكرا لا أعتقد أن لك. أجيلها بسبب سيف الإسلام يعني. شكرا لك المحلل السياسي الليبي محمد عقيلة العمامي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. وعقب الإعلان عن ترشح سيف الإسلام القذافي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية الليبية لم ولن يغير من موقف المحكمة القانوني بطلب اعتقاله ومحاكمته. وأوضح متحدث باسم الجنائية الدولية أن هناك أمرا بالقبض على سيف الإسلام وأن هذا الأمر لا يزال ساريا. We'll be right back.
ومن باريس ينضم إلينا حسان القبي الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بك أستاذ حسان. برأيكم كيف سيتعاطى المجتمع الدولي أو الاتحاد الأوروبي مع هذا الترشح، لا سيما أن محكمة الجنائية الدولية جددت بأن ترشحه لن يعرقل أو سيبقي أمر القضاء عليه ساريا؟ نعم، تعرفون أن القضايا الإنسانية والتعذيب لا تتساقط بمرور الزمن، مما يجعل أن مطاردة محكمة العدل الدولية لسيف الإسلام القذافي ما زالت سارية المفعول رغم ترشحه بالنسبة للانتخابات الليبية. ربما المفوضية الليبية لا نعرف حتى الآن إن كانت سوف تقبل هذا الترشح أو لا، باعتبار هذه المذكرة الدولية أولا، وباعتبار باعتبارات داخلية، لأن في ليبيا الآن لا نعتقد أن هناك قانون عزل سياسي، قوانين العزل السياسي. ولكن هو أصدر قانون العفو عنه. نعم، هو أصدر قانون العفو عنه، ولكن في التجارب الديمقراطية عادة بعد ثورات أو بعد اضطرابات يكون هناك قانون عزل مباشرة في أول انتخابات، ولكن بعد مرور 10 سنوات من المفروض أن تكون الدول قد دخلت في تجارب مصالحة وطنية، تجارب وئام وطني على امتداد هذه 10 سنوات. لذلك نقول أن ترشحه على المستوى الداخلي ممكن يكون مقبول، ولكن على المستوى الخارجي مع خاصة الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية، ولكن نعتقد أن بالنسبة للأوروبيين أو حتى حلف شمال الأطلس الذي تدخل لإسقاط نظام معمر القذافي وسيف الدين الإسلام، حتى إن كان يصوره البعض أنه رجل منفتح، ولكن هو جزء من نظام حكم معمر القذافي، ربما كان هو حتى عقل هذا النظام في وقت من الأوقات. لذلك طيب كيف يمكن للاتحاد الأوروبي سيد حسان أن يترجم هذا، إن لم نقل الرفض، هذا التحفظ على ترشح سيف الإسلام؟ ربما سوف تتواصل المتابعات القضائية، سوف يكون سيف الإسلام مطارد أو موجود على قائمات الانتربول، ولكن أن يتدخل الاتحاد الأوروبي مباشرة مع المفوضية العليا للانتخابات نستبعد ذلك حتى قانونيا وأخلاقيا، وحتى بالنسبة لضرب المشهد العملية الديمقراطية شأن ما بين اليوم بعد 11 سنة وبعد سقوط النظام في الداخل الليبي مع حالة عدم الاستقرار السياسي التي طال الأمد فيها. هناك أصوات ليست بالهينة منادية بعودة النظام أو عودة ممكن سيف الإسلام، ولكن كذلك هناك أصوات أخرى من الجهة المقابلة لا يمكن أن ننكرها تتحدث أن هذا النظام كان نظام يعني ديكتاتوري بطش بالعديد، خاصة أغلق على الليبيين كل المساحات سواء الداخلية أو حتى الخارجية. هذا الترشح سوف يكون بمثابة الامتحان لمدى شعبية النظام القديم بعد 10 سنوات من عدم الاستقرار. أوروبا ومن خلفها حلف شمال الأطلسي تدخل عسكريا من أجل دحض نظام معمر القذافي اليوم. طب برأيكم فيما لو فاز سيف الإسلام القذافي بهذه الانتخابات يعني وقرر الشعب الليبي إعطائه صوته من جديد، كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع ذلك؟ ألن يقبل يعني بإرادة الشعب الليبي؟ لو كانت إرادة الشعب الليبي وبعملية ديمقراطية ونزيهة، وسوف يصعد سيف الإسلام فرضا كما تصورت سيدتي الكريمة، سوف يصعد عن طريق العملية الديمقراطية ليس عن طريق ثورة واحد فتح من سبتمبر كما جاء والده، ولكن عن طريق عملية ديمقراطية من خلال صندوق الاقتراع بطريقة شفافة ونزيهة، سوف يقبل كل العالم بصعود سيف الإسلام القذافي. ولكن فيما بعد الاتحاد الأوروبي سوف يضع العديد من التساؤلات، ما هو شكل النظام السياسي الذي سوف يرسيه سيف الإسلام إن وصل إلى الحكم، خاصة مع الصور التي سربت من نيويورك تايمز مع حقيقة العديد من النقاط الاستفهام. هو الآن في الجنوب الليبي في سبأ، كيف سيكون نظام الحكم؟ هل سوف يحافظ على العملية الديمقراطية أم ينقلب عليها؟ علاقة كذلك سيف الإسلام القذافي، هل سوف يتقبل المجتمع الدولي بعد أن عاقب والده بكل بتلك الطريقة، بعد أن قتل والده بالطريقة الوحشية كذلك التي قتل بها معمر القذافي؟ عديد من الأسئلة حقيقة ممكن سابقة أولها، ولكن الآن مسألة الترشح ننتظر تصريح المفوضية، هل سوف يكون سيف الإسلام على قوائم المترشحين أم سوف تكون هناك طعون داخلية كذلك لإسقاط ترشح سيف الإسلام؟ قد يلتجئ بعض التيارات السياسية لتقديم طعون داخلية بحكم أن سيف الإسلام
مطالب في محكمة العدل الدولية في لاهاي ربما. هل هذا الموضوع يمكن أن يعزز وجهة نظر الأفرقاء الآخرين الذين يطالبون بتأجيل هذه الانتخابات لأنهم معترضين على قانون الانتخاب؟ يعني بالنسبة للتأجيل هو التأجيل الاعتراض على القاعدة الدستورية والاعتراض على بعض بنود القانون الذي لا يتيح لشخصية مثل السيد دبيبة مثلا للترشح. ولكن بالنسبة للقانون التأجيل هم لا يتحججون بمسألة ترشح سيف الإسلام. من يتحجج بمسألة ترشح سيف الإسلام يمكنه الطعن لدى الدوائر المختصة ولدى المحكمة الدستورية في ليبيا رغم أنها مغلقة منذ سنوات، ولكن يمكن فتح المحكمة وتشكيل لجنة دستورية مؤقتة تقديم الطعون بالنسبة للترشحات، ترشحات تقبل ترشحات لا، ولكن من يريد تأجيل انتخابات اليوم هو لا يحتج على مسألة ترشح سيف الإسلام ولكن يحتج على القاعدة الدستورية ويحتج على بعض بنود القانون الانتخابي. شكرا جزيلا لك حسان القبي الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من باريس، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ممثلو الجبهة الثورية في مجلس السيادة السوداني يشاركون في اجتماعه الأول. كثفت الأحزاب الشيعية العراقية من اجتماعاتها للرد على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. العراق يقترب من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد. ورئيس الوزراء يؤكد خطورة الوضع الصحي. واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بالسعي لخلق شرخ اجتماعي وإحداث فتنة طائفية. قبل أيام مقتل 8 أشخاص في قصف تركي لمستشفى في سنجار، اليوم الحديث عن مقتل عراقيين. يبدو أن السلطات التركية دائما ما تستغل الوضع السياسي العراقي. هم يقتلون الكرد في العراق وفي تركيا وثم يدعون نحن الكرد. هل هنالك انفتاح حول هذين الشرطين؟ هل تعتقدون أن التأجيل بات أقرب الآن؟ هنالك حظوظ انخفضت وهنالك حظوظ ارتفعت. إذن تتهم بغداد بأنها تمول وتدعم حزب العمال الكردستاني مع أن ما يجري في سنجار مختلف. لا أحد يشعر بالقلق أكثر من شعب العراق. أهلا بكم من جديد، نتابع من السودان حيث عقد مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان اجتماعه الأول اليوم برئاسة عبد الفتاح البرهان، وانعقد الاجتماع بحضور كامل أعضاء المجلس بما في ذلك ممثلو الجبهة الثورية وهم مالك عقار والهادي إدريس والطاهر حشر. أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إرسال مبعوث للسودان في المستقبل القريب لحث الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي للأزمة.
ولفت فكي إلى أن إرسال المبعوث يأتي بناء على طلب من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن بعض الجهات الفاعلة السياسية في السودان لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي، كما أنها لا تستجيب لتطلعات الشعب السوداني بما يتماشى مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دعواته للسلطات العسكرية في السودان للانخراط دون تأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه واتفاقية جوبا للسلامة. ومن الخرطوم ينضم إلينا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الأمني والاستراتيجي بمركز الدراسات الدولية، كما ينضم إلينا أيضا من الخرطوم محمد آدم حامد، عضو قوى الحرية والتغيير والتوافق الوطني وعضو الجبهة الثورية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد محمد، يعني الاجتماع الأول للمجلس السيادة الانتقالي الجديد، ماذا صدر عنه اليوم؟ الاجتماع الأول لمجلس السيادة اليوم هو أهم إصداراته أنه أكد على أن الالتزام بالاتفاق المبرم ما بين القرارات التي اتخذت أخيرا وبيننا كقوى مدنية وكشارع سوداني، أننا نريد حكما مدنيا بمؤسساته المكتملة وفقا للوثيقة الدستورية التي أكدت جميع الأطراف على الالتزام بها. فأولا أن يشكل هذا المجلس وأن يعقد اجتماعه الأول كاملا، هذا دليل أن هناك واقعا جديدا يتشكل من خلال ما حدث اليوم. وكان هناك إرهاصات كثيرة عن مسألة الأعضاء الثلاث لمجلس السيادة الانتقالي، سيد القائد مالك عقار وطاهر حجر ودكتور الهادي دريس، الذين هم من الجبهة الثورية السودانية وكانوا قد وقعوا في إعلان 8 ديسمبر الماضي. هذا يؤكد أن موقف هؤلاء يؤكد أنه موقف عقلاني، وأفضل أن يتحاور الناس وأن يتناقش وأن يبنوا وفق الواقع الجديد، بدلا من أن نتمترس جميعنا في نقاط محددة ونترك فراقا في الدولة لا يتحمله الوضع الاقتصادي والاجتماعي. من المتوقع أيضا أن يكون قد تم مناقشة أيضا التحديات الموجودة في الساحة السياسية الموجودة الآن من حيث الخلاف الموجود وحالة الانسداد السياسي، وبالتالي أيضا أن سيكون هناك أيضا تقريبا واحدة من الأشياء المهمة أنه ربما يكون هناك نقاش حول تشكيل الجهاز التنفيذي واختيار وتسمية رئيس الوزراء الانتقالي، حتى نعبر إلى النقطة الثانية وهي تكوين الجهاز التنفيذي، وبذلك تكون قد اكتملت بشكل عام مؤسسات الحكم المدني بعد 25 أكتوبر. وده جو في تقديري هو ملائم لحلحلة الخلاف بشكل موضوعي وبشكل عقلاني وبروح وطنية عالية، حتى إن كانت هناك خلاف في وجهات النظر بين الجميع. يعني دكتور أمين، إذن السيد محمد يقول بأنه انعقاد هذا المجلس سيشكل واقعا جديدا، وعلى ما يبدو هو متفائل، هل توافق على هذا الطرح؟ برأيكم كيف سيكون شكل الواقع الجديد؟ مساء الخير، مرحبا بك ومرحب بالسادة المشاهدين وضيفك الكريم. حقيقة الواقع الجديد تشكل بعد قرارات 25 أكتوبر، واقع جديد ومرحلة جديدة في تاريخ السودان، سواء كانت ضمن الفترة الانتقالية أو تؤسس لمرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر. هذا الأمر الذي ينتبه إليه الجميع الآن. أيضا الفترات الانتقالية وهذه الفترة تحديدا تعاني من تداخلات واختلافات، ولكن في النهاية السودان يمضي كما مضى في فترات انتقالية عديدة. المهم الآن في الأمر أن هذا المجلس الذي اجتمع اليوم أمامه مسؤوليات تاريخية حتى يكمل هياكل الفترة الانتقالية، المجلس التنفيذي، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، والمفوضيات، مفوضية الفساد، مفوضية الانتخابات، وكذلك الدستور الدائم والإعداد للتعداد السكاني وصولا للانتخابات.
كل هذه الأمور لابد أيضا من توافق مع القوى السياسية الأخرى، كيف ستشارك سواء كان في المجلس التشريعي أو ستشارك في المفوضيات، باعتبار أن الحكومة القادمة حكومة كفاءات. هذا يحل الأزمة ويساعد على ترميم الحاضنة السياسية السابقة لقوة الحرية والتغيير. الآن في لجان مشتركة بين المجموعتين، وبالتالي الخطوة القادمة هي العدالة الانتقالية، إنزال اتفاق السلام على الأرض. اتفاق السلام إلى الآن لم تكتمل البروتوكولات السبعة، سوى بروتوكول واحد هو بروتوكول اختصام السلطة والثروة. لذلك هذا التحدي الآن حسب ما جاء في لقاء الفريق الركني ياسر العطا، بأن المجلس يؤمن على الانتقال الديمقراطي، المجلس يؤمن على التفاوض مع الجميع. نعم. وبالتالي نتوقع أنه الواقع يقود إلى مزيد من التفاهمات حتى يتم استكمال الفترة الانتقالية. سيد محمد، تحدثت عن تشكل واقع جديد بإيجابية، كما أشدت بموقف ممثلي الجبهة الثورية الذي وصفته بالعقلاني، وأيضا قلت بأنه وكأنه الأمور وضعت من جديد على السكة الصحيحة، ولكن كل ذلك ليس على يعني توافق أو موافقة من الشعب السوداني الذي لا يزال يعارض كل هذه الخطوات، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن إيجابية وبالأمس انتهت مظاهرات حاشدة رافضة لكل هذه الإجراءات؟ نعم، أنا قبل قليل كنت في جلسة حوارية مع بعض الإخوة في القوى السياسية، وتحدثت بشكل واضح أن إذا كان هناك احتقان في الشارع فهذه هي مسؤولية القوى السياسية المدنية في الخطاب غير المتزن والخطابات التعبوية. ينبغي أن ننظر إلى الواقع بنضج وبعقلانية وبروح السياسي الذي يفكر في الحلول قبل أو من غير أن يتمترس في مسببات المشكلة. ما حدث فيما قبل 25 أكتوبر وما حدث بعده كلها نتائج لسوء في الممارسة السياسية من الجميع. يعني حتى نحن برضو نسأل عن الفشل الذي حدث في المرحلة الانتقالية حتى نكون صادقين مع الشعب السوداني. فينبغي جميعنا الآن أن نتحدث بلغة فيها شيء من المنطق. الحاصل الآن ينبغي على القوى السياسية أن تقدم خطابا متزنا يهيئ المجال للحوار. كل وجهات النظر المختلفة الآن بين الجميع، بين القوى المدنية فيما بينها وبين القوى المدنية جميعها مع المكون العسكري والمكون العسكري مع القوى المدنية ومع الشارع. لكن أستاذ محمد، يعني هل هي المشكلة فقط هي خطاب سياسي من قوى سياسية، أم أنه إجراءات من مكون اعتبر الشعب بأنه استثنى المقابلات؟ ما الخطاب السياسي هو ناتج من جملة اختلاف في قضايا سياسية، والاختلاف في القضايا السياسية ينتج عنه قرارات. هذه القرارات نرجعها للمحصلة الأساسية اللي هي القضايا. هذه القضايا تصدر إلى الشارع في شكل خطاب سياسي، ويتعامل معها ردة الفعل والفعل بطريقة أخرى عن طريق القرارات. إذا جملة الأشياء تكمن في أن هناك قضايا، هذه القضايا المختلف عليها نهيئ فيها جوا من الاحترام للجميع حتى يتسنى لنا أن نتناقش ونتحاور في ظل وجود أرضية مشتركة. الآن اجتماع مجلس السيادة الانتقالي، في أنا عندما أشدت بالرفاق في الجبهة الثورية الذين شاركوا في اجتماع اليوم وصفتهم بأن هذه خطوة عقلانية، أنا بالتالي أيضا نقود حوارات مشتركة كما ذكر ضيفك الكريم أن هناك لجنة سياسية مشتركة بين المجموعتين. كل هذا لأجل أمر واحد، نحن الآن كلنا ندفع في اتجاه واحد، أننا نريد التحول الديمقراطي، نريد الدولة المدنية الكاملة. نعم. بس كل منا يراه بزاوية مختلفة ويراه من خلال المواقف. فخلونا نحن ننقل الاتفاق والاختلاف من خلال من زاوية المواقف إلى زاوية القضايا والمطلوبات. إذا ارتحنا في منهجية النظر للمشكلة الكلية من المواقف وردات الفعل إلى القضايا، أنا في تقديري يمكن أن نحلحل المشاكل، والمشاكل هي ليست مشكلة يعني مستعصية. نعم. نحن تفاوضنا وتناقشنا في وقت. نعم. كانت فيه الأزمات أكبر من ذلك بكثير.
الدكتور أمين، المفوضيات الاتحاد الأفريقي ترسل مبعوثا من أجل حل الأزمة السودانية، هل تعتقد بأنه قادر أن يحدث أي خرق، وهل بإمكانه أصلا أن يأتي بأي جديد بعد فشل يعني سلسلة من مساعي المبعوثين الآخرين؟ الاتحاد الأفريقي بقراره بتعليق عضوية السودان قد وضع عقبة أمام التفاهم. هذا ما حدث أيضا في 2018 عندما اندلعت ثورة ديسمبر، وبالتالي بعد أن تم إعادة عضوية السودان أصبح التفاهم ممكنا. الآن نفس المشهد، المياه تجري تحت الجسر مرة أخرى. هذا المبعوث ربما يأتي لتلمس المواقف ومعرفة مواقف الطرفين، وبالتالي يعود لاتخاذ قرار عبر مجلس السلم والأمن. والمعروف أنه مجلس السلم والأمن الأفريقي يرفع توصية إلى مجلس الأمن الدولي، هذه هي خطورة الموقف الآن. وبالتالي كل القضايا الأفريقية تركت لمجلس السلم والأمن الأفريقي. أعتقد أنه هنالك زاوية يمكن النظر إليها، باعتبار أن السودان من الدول المؤسسة يمر بفترة خاصة بعد الثورة، فترة انتقالية. الآن نفس الإشكاليات تعاني منها ليبيا وتونس، فترات انتقالية متقلبة، نفس المشهد في السودان. لذلك الاتحاد الأفريقي يجب أن يقدم وضعا مريحا حتى يمكن التفاهم مع أطراف الأزمة. أيضا مسألة الضغوط الأجنبية الأخرى، سواء كان إيقاف المساعدات المالية أو حتى إيقاف التعامل الدبلوماسي، يحدث شرخ كبير جدا. وبالتالي الدولة السودانية لابد أن ترتكز على قواعد ثابتة حتى لا تتحول إلى دولة فاشلة. هذا هو المهم الآن في استعادة هذه الدولة وتقديمها للعالم بشكل جديد، سواء كان بمشاركة أو حتى سواء كان في خلافات، لكن لابد من أن نصمت ونقدم نموذج للعالم أن السودان يستطيع أن يعبر هذه المرحلة. التدخلات الخارجية الكثيرة ستضر بالداخل السوداني، ورأينا ذلك في الاتفاقيات التي أبرمت في 2019. نفس الشهود الآن يسيطرون على الموقف باعتبارهم كانوا شهود على الاتفاقية وعلى الوثيقة الدستورية، ويتحدثون الآن عن الوثيقة والعودة إليها. لذلك لا بد أن يأتي الحل سوداني سوداني من الداخل، والجميع يضع مصلحة السودان العليا هي الهدف الأسمى. أستاذ محمد، هل توافق بأن هذه الضغوط بدل أن تشكل عامل تحفيز من أجل الأطراف الداخلية، إن كان يعني قطع المساعدات والتهديد بعقوبات وغيرها، بدل أن تشكل عامل تحفيز لكي فعلا يضطروا لإيجاد حل الأزمة ويقدموا تنازلات يعني الفريق للآخر، هي كما قال الدكتور أمين يمكن بالعكس أن تعقد المشهد أكثر؟ أنا قلت تصريح قبل فترة صحفيا أنه الملف أو المجتمع الدولي تدخله في ملف الأزمة الأخيرة في أحيان كثيرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كان فيه عدم اتزان، وهذا ما أضر في مراحل مبكرة جدا من الأزمة الأخيرة في السودان. وبالتالي نحن نكرر مرة أخرى من منبر العربية الحدث من قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني بأن يكون المجتمع الدولي متزنا في مواقفه مع جميع أطراف الأزمة، هذا أولا. الأمر الثاني، ينبقي على المجتمع الدولي أن ينظر إلى الشعب السوداني وأن ينظر إلى الدولة السودانية التي تتشكل من خلال فترة انتقالية تقود إلى الانتقال الديمقراطي، وعليه أيضا أن يعي أن التطورات الإقليمية ما حولنا، الوضع الآن في إثيوبيا، حتى وضع الانتخابات في ليبيا الآن برضو التطورات بتاعت الانتقال الديمقراطي، هناك حلقة واحدة تربط كل هذا الاتجاه الإقليمي. لذلك على المجتمع الدولي أن ينظر إلى ما هو خارج السودان. لذلك ينبغي أن يكون هو أكثر حرصا على وجود أرضية توافقية وأن يتمسك بالانتقال الديمقراطي بما يكون هو منطقيا في إيجاد الحل للانتقال الديمقراطي. المسألة الرابعة والأهم من ذلك، يعني ينبغي المجتمع الدولي أن يتعامل مع مؤسسات الدولة السودانية
السودانية وليس على الذين يعني يجلسون على إدارة هذه المؤسسات الدولية. نحن نحترم تماما يعني فترة قيادة الدكتور عبد الله حمدوك إلى مجلس الوزراء، ولكن ينبغي أن لا يربطنا ولا يشرطنا المجتمع الدولي بوجود أشخاص بعينها على إدارة هذه المؤسسات أو جهات سياسية. على كل حال هم لم يتمسكوا بحسب المبادرات بشخص الدكتور حمدوك، وإنما بشخص يمثل المجتمع المدني أو المدنيين. شكرا جزيلا لك محمد آدم حامد، عضو قوى الحرية والتغيير وعضو الجبهة الثورية، كنت معنا من الخرطوم. كما أشكر أيضا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الأمني والاستراتيجي بمركز الدراسات الدولية، حدثنا من الخرطوم أيضا. شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير ونتابع من بعده هذه النشرة. تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أحييكم من جديد. نتابع من تونس، حيث اشتبك أنصار من حركة النهضة التونسية مع قوات الأمن أمام مقر البرلمان في ضاحية باغدو وسط العاصمة، وذلك بعد محاولاتهم اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بالمبنى. يأتي ذلك بعد أن تجمع المئات من أنصار الحركة للتظاهر ضد قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة. وكانت حركة النهضة أعلنت عن التجمع الذي شارك فيه عدد من الأحزاب، لكنها المشارك الأساسي للمظاهرات إضافة للأحزاب التي كانت متحالفة معها في البرلمان المجمد. Thank you.
عبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن رفضه لعودة المجلس النيابي المجمد داعيا للإسراع في اتخاذ خطوة للأمام. وفي وقت سابق شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد الشغل على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 من يوليو بحسب ما ذكر بيان للاتحاد. وأضاف البيان أن الاتصال بحث الوضع في تونس وشدد على أن مسار 25 يوليو فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل. وكان الرئيس التونسي اتخذ عدة قرارات في 25 من يوليو الماضي، منها إقالة الحكومة وتعليق اختصاصات مجلس النواب. قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن قوات الأمن ضبطت عددا من الأشخاص وسط المتظاهرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء في محيط ساحة باغدو قبالة البرلمان. وأعلنت الوزارة أن الأشخاص المحتجزين سيحالون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من تونس ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي التونسي مراد علالة. أهلا بك أستاذ مراد، برأيكم كيف يمكن أن يكون وقع هذه التظاهرات على النهج الذي يعتمده الرئيس قيس سعيد؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك مثلا إلى تسريع اتخاذ الخطوات المطلوبة منه؟ أعتقد أن ما حدث اليوم في تونس هام جدا بقطع النظر على بعض الإخلالات أو الإشكالات التي حصلت، والتي كشفت أولا طبيعة هذه الجماعة الداعمة لما سمي الشرعية عبثا وأساسا حركة النهضة من خلال اللجوء إلى العنف، سواء في علاقة بالتعامل مع الأمنيين أو حتى مع الإعلاميين. لكن الأهم من كل هذا أنه سيحفز رئيس الجمهورية كي يمضي قدما في ربح الوقت وتدارك ما فات من الوقت في الفترة الماضية، والانفتاح على الأطراف الوطنية سواء كانت أطرافا مدنية أو سياسية. والاتصال الذي تم مع قيادة اتحاد الشغل أعتقد أنه هام للغاية ويمكن البناء عليه، خصوصا عندما نعود إلى ما حصل اليوم. هو في نهاية المطاف في تقديري هو إجهاض لآخر محاولة من حركة النهضة لاستعادة البرلمان. اليوم لمن فاته ربما التاريخ هو 14 نوفمبر، هو نفس اليوم في سنة 2019 يوم استلم راشد الغنوشي رئيس تنظيم النهضة رئاسة البرلمان. اليوم المحاولة ليست بريئة، هي محاولة لاستعادة هذا البرلمان وبان بالكشف. ولكن ألا تعتقد بأنه ما ميز مظاهرات اليوم عن المظاهرات التي يعني انطلقت في السابق بأنها مظاهرات حاشدة نوعا ما؟ ألا يشكل ذلك علامة فارقة بأنه بدأت يعني تكبر الاحتجاجات ضد النهج الذي يعتمده الرئيس قيس سعيد؟ هو جمهور النهضة أساسا وحتى الأحزاب الضعيفة التي في فلكها أو حتى الشخصيات المستقلة التي احتوتها حركة النهضة ودفعتها للواجهة لتتحدث باسم التحرك الاحتجاجي، أعتقد هذا هو الخزان النهائي واستفاد كثيرا من بطء رئيس الجمهورية. لذلك قلنا أن ربما ردة الفعل اليوم من جانب الرئاسة في التواصل مع اتحاد الشغل وفي التحرك الرئيس على أكثر من وجه أعتقد الرسالة وصلت. لكن حركة النهضة هي التي تمسك اللعبة، رأينا ذلك من خلال الحشد أو التحشيد والإعداد هذه المظاهرة. يعني ولكن هناك أحزاب أخرى انضمت إليها أيضا، وسائل
الأحزاب محدودة يعني أحزاب غير وازنة، يعني قلب تونس في وضعية لا يحسد عليها، يعني ماذا تبقى من حزب قلب تونس يعني باستثناء نائبة رئيس البرلمان سميرة شواشي، أيضا حتى النواب يعني سمعنا هتافات بعض المحتجين كانوا ينادون على النواب بالأصوات يعني بالأسماء، النواب لم يكونوا موجودين بالشكل الكافي، وبالتالي إذا كان النواب أنفسهم من هم المعنيون بالعودة إلى البرلمان لم يكونوا موجودين في بداية التحرك، فالجمهور الحاضر صحيح أنه تجاوز العدد الذي حضر في المرات السابقة لكنه هو الخزان النهائي في تقديري لحركة النهضة ومن يدور في فلكها، ولم يكن ثمة حضور مواطني بأتم معنى الكلمة يعني من رأيناهم. طيب ولكن ولو أنه باقي الأحزاب المواطنين لم يشاركوا إلا أنه بدأ التململ نوعا ما من مماطلة الرئيس قيس سعيد وعدم إسراعه بالإنجاز يعني استكمال ما الخارطة الطريق التي كان تحدث عنها. التمام الموجود منذ فترة، لكن ثم تفرق بين ما يعبر عن النهضة وحلفائها وبين ما يعبر عنه بقية الطيف المدني والسياسي في تونس. اتحاد الشغل مثلا في البيان الأخير لهيئته الإدارية تحدث بوضوح عن قلق من طول هذه الفترة الاستثنائية. الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الدائمة، حركة الشعب مثلا وأمينها العام تحدث بوضوح أنه بدأ يختنق كفصيل سياسي يساند الرئيس بشكل كبير، يعني حتى الأساتذة الجامعون المختصون الذين ساندوا مقاربة الرئيس في فهم الدستور بدأوا يشعرون بالاختناق، قالوا أنهم يشعرون بالاختناق ويطالبون الرئيس بالتحرك و بالتقدم في تنفيذ مشروعه وتوضيح الرؤية، وبالتالي طب هو ما الذي يعيقه؟ يعني ما الذي يعيقه من القيام بذلك وبالسرعة المطلوبة؟ أولا قد تكون قلة التجربة، يعني الرجل وافد جديد للعمل السياسي والاطلاع بأعباء الحكم، هي أول مرة تقريبا يتحمل فيها مسؤولية جسيمة بهذا القدر، يعني أصبح رئيس الجمهورية دون المرور بتجارب حزبية أو سياسية أو حتى تحمل مسؤوليات في الدولة، هو مباشرة وجد نفسه رئيس الجمهورية، وأيضا ربما الخوف المبالغ فيه من خصومه والغموض في كشف مشروع سياسي، يعني الجميع يعلم أن الرئيس مشروع سياسي سواء فيما يتعلق بالنظام السياسي أو في طريقة الانتخاب، لكنه إلى حد الآن هو متردد وكأنه لا يثق في محيطين به وفي حتى الأطراف السياسية والمدنية التي تدعمه، يعني هو متردد متحفظ للغاية، وأعتقد هذه نقاط سلبية ليست في صالحه، وإذا استمر هذا التردد وهذا الغموض وهذا البهت سيفقد دعم هؤلاء وسيجد نفسه ربما في عزلة تسمح لخصومه بالتقاط الأنفاس وبالتشويش على ليس فقط على رئيس قيس سعيد، لأن ما نخشاه أن يتحول هذا التدافع في الشارع والمواجهة في الشارع ستكون على حساب الوطن على حساب الشعب التونسي. شكرا جزيلا اليوم هناك أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى في البلاد. التونسي مراد علالة كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا لك. والآن إلى تذكير بالعناوين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بعد غياب لعقد من الزمن سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الليبية. مجلس السيادة السوداني يعقد أول اجتماعاته برئاسة البرهان والاتحاد الأفريقي يوفد مبعوثاً للبحث عن توافق سياسي. تظاهرات معارضة للرئيس التونسي أمام البرلمان المحل واتحاد الشغل يرفض إعادة تفعيله. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.